بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة كيف تفوز في أقل من 20 نقلة. هذه السلسلة هامة للغاية لأنك ستتعلم النقلات الصحيحة في الافتتاح، وكيف تستفيد من أخطاء الخصم، وكيف توقع به في فخ عميق، أو بالعكس كيف تتخلص من هذا الفخ. ولكي نعظم الاستفادة من كل فيديو سنضيف في البداية موقف نهاية الدور، والفقرة التالية سيكون موقف تكتيكي مع سؤال. ونبدأ في الفقرة الثالثة وهي الفقرة الرئيسية، وتتكون من دور قصير ونتعلم منه شيئا جديدا خاصة في الافتتاح، وفي النهاية إجابة نهاية الدور، ثم نختم الفيديو بإجابة للموقف التكتيكي شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. في الفيديو ده هنشوف أحد كلاسيكيات الشطرنج، وهو الدور الذي فاز به أليخين على أحد اللاعبين المغمورين، ولكن اسمه أصبح شهيرا، بيتر بيتروفيتش بوتمنكن. وهذا الدور معروف في كتب الشطرنج بالأحصنة السوداء المفترسة. وفي فقرة التكتيك هنستمتع بأحد تكوينات طراش، وما زلنا في فقرة النهايات مع رخ وملك أمام رخ وبيدق، ولكن هذه المرة البيدق سيفوز على الرخ. وقبل ما نبدأ تعال نشوف إجابات الفيديو السابق. تكتيكس H7 تشيك هي تقديم الملك. فاز معنا عبد العظيم برقدار، رامي زكريا، عبد الدايم السماويل، أحمد شوقي، عمر المصري، نجيب الماوي، وآسف على الخطأ، أبو زينب، محمود حليمة، دود بيست، أسامة 960، روجيه الموح، رياض خليل، عبد العزيز الإدريسي، تكنولوجي نت، كلاوديو ستيف، عيدروس السري. وفاز معانا في فقرة التكتيك عبد الواحد، رامي زكريا، أمون النادي، أزال سعيد، أحمد شوقي، حنان هنو، دكتور حمزة المغواري، عبد الله شوقي، يوسف أولاد عبد الله، سنوسيرت 32، عمرو محمد عبد سعيد العدني، ساسا ساسا، حسان هنتر، بحر العلم. وبرحب بيك يا أستاذ محمود، سعيد إكسي، أسامة 960، محمود محمود، محمد سالم، سيدالي علي، نجيب الماوي، محمد خلدون اليوسف، أبو زينب، وحبيبك يكتب. ودلوقتي نبدأ فقرتنا بسؤال نهاية الدور. في الموقف اللي أمامنا الأسود لون نقلة ولديه رخ، أمام بيدق اقترب من مربع الترقية أبيض ومعه الملك، ويبدو أن الدور سينتهي إما بفوز الأسود أو حتى بالتعادل، ولكن للأسف موقع الملكين لا يساعد الرخ حتى في تضحية نفسه أمام البيدق، فالملك الأسود يمنع الرخ من الذهاب إلى الصف الثامن ومنع البيدق من الترقي، بينما موقف الملك الأبيض يمنع الرخ من الذهاب إلى العمود سي وراء البيدق قبل أن يرقي لكي يضحي نفسه ويصل حتى للتعادل. ولذلك الرخ يحاول الوصول حتى للتعادل بالكش المتتالي ويلعب روك اف 6 تشيك، والملك لديه اكتر من نقلة، ولكن مربع واحد هو الصحيح وهو الذي سيوصله الى بر الامان والفوز. يا ترى ما هي هذه النقلة المفتاح؟ والاوائل الذين سيصلوا اليها لهم اهداء في الفيديو القادم. الفقرة التانية هو سؤال موقف تكتيكي. في الموقف ده تراش بيلعب بالابيض والملكين معرضين لهجوم شرس، ولكن النقلة اللي تراش، ولذلك فهو لديه الفرصة للفوز، وبالفعل لم يفوت الفرصة وبدأ بنقلة هائلة أنار الطريق الفوز أمامه. يا ترى إيه هي النقلة المفتاح؟ وأوائل من يصلوا إليها لهم إهداء في الفيديو القادم. والفقرة الثالثة وهي الرئيسية هنستعرض دور قصير. أليخين في هذا الدور بيلعب بالأسود، وبوتميكين لعب E4 C5 الدفاع الصقلي. وأليخين بيعلق تعليق طريف على هذا الدور وبيقول
ان السبب في قسوته الشديدة على خصمه ربما تعود الى انه توقف عن التدخين بشراهة قبل هذا الدور باربعة ايام، ولذلك كان يمر باوقات عصيبة، ودي اللي ادت الى شراسته في هذا الدور. على اي حال الابيض كمل بالنقلة جي 3، ودي نقلة من النقلات المعروفة في الدفاع الصقلي، بيخرج بالفيل عن طريق الفيونكا، والليخين لعب بنفس الطريقة جي 6 بيشوب جي 2 بيشوب جي 7، ودلوقتي تعبئة الحصان لن تكون عن طريق المربع اف 3 وإلا هيغلق الوتر أمام الفيل، ولذلك الأبيض لعب نايت اي 2 ودي النقلة الصحيحة نايت سي 6، ودلوقتي فكرة الأبيض إن يلعب النقلة دي 4 ولكنها حاليا ممنوعة بالحصان والفيل، ولذلك لعب سي 3 لكي يدعم البيدق في المربع دي 4. والليخين بيقترح ان بدلا من السي 3 يلعب نقلة زي النايت سي 3 وبعد التبييت يبدأ في التحضير للنقلة دي 4، ولكن على اي حال الابيض ملعبش النايت سي 3 انما لعب سي 3 والليخين كمل نايت اف 6، والابيض ما زال بيسيطر عليه نفس الفكرة ولعب نايت اي 3 طالب يلعب النايت سي 2 ويتحضر للعب النقلة المفتاح دي 4، لكن من هنا الليخين بدأ في عقابه بالنقلة القوية دي 5 طالب ياخد على المربع اي 4، والابيض مضطر لاي دي 5 نايت دي 5 وكمل بنايت سي 2 طالب يلعب الدي 4 اللي فقدت الكثير من بارقها زي ما هنشوف بعد قليل، لان الليخين كمل بكسل وبعد الابيض ما استطاع لعب الدي 4 اصبحت نقلة سيئة لان الليخين كمل سي دي 4 سي دي 4 واصبح بيدق الدي 4 بيدق معزول، والاسود بيصوب عليه بالحصان والفيل، والليخين بدأ في الضغط على هذا البيدق بالنقلة بيشوب جي 4 بيربط الحصان احد القطع اللي بتحمي البيدق دي 4 لكي يتخلص من هذا الربط لعب النقلة السيئة اف 3 وبالنقلة دي اضعف المربع الهام اي 3 والليخين هيستغل هذا المربع زي ما هنرى بعد قليل. على اي حال الفيل مطلوب وتراجع لاف 5 ودلوقتي الاسود بيهدد بالتكسير عن مربع سي 2 وبعد الاخذ بالوزير هيصبح البيدق متاح للحصان والفيل وموقف الابيض اصبح صعب الدفاع عنه، لكن كمل نايت اي 3 وبيحاول يحرر دوره بالتكسير، لكن الليخين كان اسرع كثيرا ولعب الكش القوية كوين اي 5 تشيك، ودلوقتي الابيض لا يستطيع التغطية سواء بالوزير او بالفيل لان بعد مثلا بيشوب دي 2 الفيل نظريا اصبح مربوط على الملك، ولذلك الحصان اصبح غير محمي والاسود هيفوز بقطعة بنايت تيكس اي 3 والفيل لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك، وبعد بيشوب اي 5 نايت تيكس دي 1 الاسود فاز بقطعة، وبعد الاخذ بالرخ هياخد الفيل والليخين هيخرج فائزا ماديا بقطعة كاملة، ولذلك الكش دي كش قوية والملك لا يستطيع غير لعب الكينج اف 2، والليخين بدأ يشدد قبضته على الدور بالنقلة نايت بي 4 طالب الكش المحرجة نايت دي 3 والملك لابد ان يبتعد عن حماية الحصان، ولذلك الابيض بدأ في التكسير بنايت تيكس اف 5 كوين تيكس اف 5 والاسود بيجدد تهديده مرة اخرى بالكش من مربع دي 3، وهنا الابيض قرر ان يبعد الوزير عن المربع الهام ولعب جي 4، لكن الليخين قبل ما يتحرك بالوزير نفذ الكش القوية نايت دي 3 تشيك كينج جي 3، والليخين دلوقتي بيعاني من طلب الحصان وايضا الوزير، والجميع توقع ان الليخين هيبتعد بالوزير للمربع بي 5 لحماية الحصان، لكن الليخين كان عنده رأي آخر ولعب أحد النقلات اللي أصبحت خالدة في التاريخ، يا ترى إيه هي؟ الليخين أدخل الدور التاريخ بأنه ترك الوزير
ولعب النقلة الغير متوقعة على الإطلاق نايت تيكس دي فور، وهو مقتنع بأن الحصان أكثر فائدة من الوزير. وفي الدور الأبيض أخذ الوزير، لكن اللي يحدث لو أخذ الحصان؟ الحقيقة النتيجة لن تتغير، لأن الأسود هيفوز أيضا ببيشوب اي 5 تشيك، كينج اتش 3، نايت اف 2 تشيك، بشوكة ملكية للوزير والملك. وأفضل نقلة هي كينج اتش 4، بيشوب اف 6 تشيك، والملك مضطر أن يعود المربع جي 3، وده اللي طالبه أليخين لأنه هياخد الرخ بكش. وبعد بيشوب تيكس اتش 1 أليخين هيكمل بكوين اي 5 تشيك بهجوم مزدوج على الملك والحصان، وحيفوز بقطعة وحيخرج في النهاية فائزا بفرق وبيدق، وده كافي الأليخين للفوز بالدور. لكن على أي حال الأبيض ما أخدش الحصان، إنما أخد الوزير سعيدا، ودلوقتي أصبح أليخين لا يهاجم سوى بالحصانين أمام كل معسكر الأبيض. ولكن ولدهشة الجميع أعلن أليخين المات في ثلاثة نقلات، وبدأ بالنقلة نايت تيكس اف 5 تشيك، والحصانين بيحصروا الملك وليس لديه غير المربع اتش 3 أو المربع جي 4، وأليخين كمل اتش 5 تشيك، والملك عاد للمربع القديم اتش 3، وهنا جاء معادنا مع التشيك ميت بنايت اف 2 تشيك ميت. والحصانين في النهاية اعطوا تشيك ميت للملك رغم انه بيحتفظ بكل معسكره تقريبا. ويبدو ان امتناع أليخين عن التدخين جاء في غير مصلحة الابيض، ولكنه على اي حال دخل التاريخ. ودلوقتي نبدأ في الاجابات باجابة نهاية الدور. الملك له اربع مربعات يستطيع الوصول اليها، ومن الواضح ان المربع اي 5 من المربعات السيئة لانه هيسمح للرخ بالذهاب للعمود سي وراء البيدق قبل الترقية، والاسود سيفوز وليس فقط يتعادل. بينما لو ذهب الى العمود سي ستكون هذه الفرصة الذهبية للرخ لكي يلعب روك اف 1 وينتظر ترقية البيدق لكي يلعب روك سي 1 تشيك ويفوز بالبيدق ويصل للتعادل او الفوز. بينما لو ذهب الملك الى المربع دي 7 ستكون فرصة جيدة للرخ لكي يذهب للمربع اف 1 وينتظر ترقية البيدق، وهنا يلعب روك دي 1 تشيك، والملك الاسود بيمنع الابيض من التقدم للامام، ولذلك لابد ان يذهب الى العمود سي، والاسود يستمر بروك سي 1 تشيك، وفي النهاية يأخذ الوزير والدور تعادل. ولا يتبقى غير نقلة واحدة وهي الصحيحة كينج دي 5، والرخ يستمر في الكش بروك اف 5 تشيك، والملك يتجنب الذهاب الى العمود سي ويذهب للمربع دي 4، والاسود ليس لديه غير الاستمرار في الكش بروك اف 4 كينج دي 3 روك اف 3 تشيك، وهنا الملك الابيض يذهب الى العمود سي لانه متاكد ان الرخ ليس لديه المناوره بالذهاب للمربع اف 1 ثم الذهاب للمربع سي 1 لان الملك يمنع هذا المربع، ولذلك الاسود ليس امامه غير الاستمرار في الكش بروك اف 2 تشيك، وهنا الملك يبدأ في الصعود بكينج بي 3 روك اف 3 تشيك كينج بي 4 روك اف 4 تشيك كينج بي 5 روك اف 5 تشيك كينج بي 6 وبعد روك اف 6 تشيك. وصلنا الى نفس الموقف الذي بدأنا منه، ولكن الملك انتقل من العمود دي الى العمود بي، وهنا يذهب الى المربع الامن بي 7، والاسود ليس لديه اي كشة امنة، وفي نفس الوقت الرخ لا يستطيع الذهاب للعمود سي، والابيض سيرقي ويفوز. واخيرا وصلنا الى اجابة الموقف التكتيكي. تراش لعب النقلة الهائلة روك اف 3. فكرة هذه النقلة هي ابعاد الرخ الاسود عن العمود اتش، لان لو الاسود اخذ الرخ والابيض هيلعب روك اتش 2 تشيك، والملك الاسود في طريقه لتلقي المات بمعاونة الرخ والوزير والفيل، ولذلك الاسود لم يأخذ انما تراجع بالرخ للمربع الوحيد الامن اتش 6. وهنا جاءت النقلة التانية الهائلة التي لا تقل روعة،
كوين تيكس اتش 6 تشيك. الوزير بيضحي بنفسه في سبيل ابعاد الرخ، وبعد كينج اتش 6 اصبح الطريق ممهد للابيض بروك اتش 2 تشيك بيشوف اتش 5، والنقله دي بتدافع عن الكش وفي نفس الوقت بتفتح مربع حروب للملك. ولكن بعد روك اتش 5 تشيك كينج جي 6 استمر الابيض بروك جي 5 تشيك، والنقله الوحيده هي كينج اتش 6، وهنا جاءت اللي تشيك ميت بروك اتش 3 تشيك ميت. ودلوقتي اودعكم على امل اللقاء في الفيديو القادم، فالى ذلك الحين اتمنى لكم اوقاتا ممتعه. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.